الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى المهذب مسألة ويقتل. كتاب المهذب كتاب الجينات، أنا في كتاب الجينات الآن والله الحمد منه. نعم، ويقتل الولد بالوالد، هو التفريق الآن بين الوالد وبين الولد، التفريق بين الوالد وبين وبين الولد. ربي يحفظكم جميعا، اللهم أمين. طبعا الأفضل، لكن لا يقال بأن هذا واجب، وأن المرأة التي أسفرت عن وجهها أنها تأثم وملعونة، هذا أمر آخر شديد. نعم، ويقتل الولد بالوالد لأن الوالد أكمل منه، فقتل به كما يقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرأة بالرجل، وذلك كله إجماع. تعلمون أنهم قالوا عدم مساواة، عدم مساواة الوالد بالوالد. إحنا قلنا في التأصيل الأول في قيام فيها القيام، قيام إقامة الحد، المساواة. فالوالد لا يساوي الوالد، الوالد لا يساوي الوالد في هذا الباب، حتى لا نقول بأن هناك مساواة فيقتل الوالد بالولد، لا سيما أن الوالد هو سبب في حياة الولد. فإن كان هناك رجل له زوجة وهما متوارثان وبينهما ابنان، فقتل أحد الابنين أباهما عمدا، ثم قتل ابن الآخر أمهما عمدا، فإن القصاص يجب على القاتل قاتل الأم. الله، هنا لابد أن تفهم هذه المسألة، لأن ممكن عقلك يذهب بكل التقسيمات والتفريعات. التأصيل العام أن الوالد إذا قتل الوالد لا يقتل به، أما الولد إذا قتل الوالد يقتل به لعدم المساواة. هناك المسألة لابد أن نفهمها جيدا، أن النص جاء على الوالد لم يأتي على الولد، وأن الفوارق بين الوالد والولد أن الوالد سبب في حياة الولد، فلا يكون الولد سببا في إزهاق روح الوالد. هنا في مسألة إرث السلطان، يعني السلطان في القصاص، ينظرون مسألة الأب مسألة الأم في هذا الباب، يعني خاف أن القصاص يجب على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب، لأنه لما قتل الابن الأب لم يرثه، وإنما ترث الزوجة الثمن، وقاتل الأم الباقي وملك عليه القود. فلما قتل الابن الآخر الأم ولم يرثها، إنما يرثها قاتل الأب، وقد كانت تملك عليه ثمن القود، وانتقل ذلك إليه طبعا بالإرث، انتقل ذلك إليه، وإذا ملك بعض ما عليه من القود سقط عنه القود. ليش؟ لأنه الذي يملك بعض القود، هنقول القود لابد القصاص، لابد الجميع يتفق على القصاص. لو جاء واحد قال لا أنا أريد الدية وأسقط القصاص، يسقط القصاص كلية. ليش؟ لأن القصاص لا يتبعض، القصاص لا يتبعض. فهو إذا كان ملك القود عن نفسه فإنه لا يتبعض القصاص، لذلك يسقط القصاص، ولأنه لا يتبعض فسقط الجميع، وكان لقاتل الأب القود على قاتل الأم، لأنه لا وارث لها سوى، ولقاتل الأم على قاتل الأب 7 أثمان دية الأب، إن عفا قاتل الأب عن قاتل الأم وجب له عليه دية الأم، وهل يسقط عن كل واحد منهما ما يساوي ما له على الآخر على الأقوال 4 في المقاصة. فإن قلنا يسقط بقي على قاتل الأب لقاتل الأم 3 أثمان دية الأب. كلها التقسيمات كما قلنا في هذا الباب على إرث القود، وهل يسقط ولا ما يسقط، يكون هو وارث بعض السلطان فمن هذا وهو عليه القود فيسقطه بملكي في هذا الباب. القود ومعناه قتل القاتل، قتل القاتل بسهولة كده، قتل القاتل. فإن قلنا لا يسقط أدى كل واحد منهما ما عليه للآخر، وإن اقتص قاتل الأب من قاتل الأم فإن كان لقاتل الأم ورثة غير قاتل الأب طالبوه 7 أثمان دية الأب، وإن لم يكن له وارث غيره فليرث في وجهان في القاتل بقصاص. هل يرث؟ الصحيح أنه لا يرث، لأن المسلم قال لا يرث القاتل عموما لا يرث القاتل، ويبقى العام على عمومي ما لم يأتي مخصص يخصص. فأما إذا لم ترث الزوجة من الزوج بأن كانت بائنة منه أو كانت غير بائن منه إلا أن أحدهما جرح أباه وجرح الآخر أمه ثم خرجت روحهما، يعني سرى الجرح إلى الروح في حالة واحدة، فإن كل واحد من الابنين لا يرث ممن قتله، ولكنه يرث الابن الآخر بالتبادل، الذي قتل يرث والذي قتل لا يرث، لكن بالتبادل يرث من لم يقتل والثاني يرث من لم يقتل. وليثبت هنا في هذه الصورة القود، قال أكثرهم يجب لكل واحد منهما القود على أخيه، لأن كل واحد منهما ورث من قتله أخوه فوجب له على أخيه القود. فعلى هذا كان قاتل الأبي قتله أولا اقتص منه قتل الأم،
فإن كان القاتل الأب وارث غير قاتل الأم اقتص من قاتل الأم، وإن لم يكن له وارث غير قاتل الأم فإن قلنا إن القتل بالقصاص لا يمنع الميراث وارث القاضي على نفسه وسقط، وإن قلنا إن القتل بالقصاص يمنع الميراث انتقل القصاص إلى من بعده من العصبات، فإن لم تكن عصبة كان القصاص إلى الإمام. وإن قتلاهما في حالة واحدة أو جرحاهما وخرجت روحاهما في حالة واحدة ثبت لكل واحد منهما القصاص على صاحبه، ولا يقدم أحدهما على الآخر، بل إن تشاحا في البادئ منهما أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة لأحدهما فاقتص أو بادر أحدهما فقتل الآخر من غير قرعة فقد استوفى حقه، ولوارث المقتول أن يقتل الابن المقتص لما أيضا بما ورثه من القوت. وإن كان المقتص من ورثته فهل يرث على الوجهين الصحيح؟ كما قلنا لا يرث، والحديث ظاهر لا يرث القاتل لا يرث. وقال ابن لبان القصاص لا يثبت هنا لأنه لا سبيل لأن يستوفي كل واحد منهما القصاص من صاحبه، فلو بدأ أحدهما فاقتص من أخيه بطل حق المقتص منه من القصاص، لأن حقه ينتقل منه إلى وارثه إن شاء قتل وإن شاء ترك، وفوتنا عليه غرضه من القصاص وحصل على غير عوض من مال أو من ماله، وليس أحدهما بأولى من الآخر في مسألة الابتداء. وأما القرعة فلا تستعمل في إثبات القصاص، ليس فيه قرعة القصاص ليس فيه قرعة، فعلى هذا يكون على قاتل الأب دية الأب وعلى قاتل الأم دية الأم لقاتل الأب، كما قلنا من الإرث منع من القوض. وقال ابن اللبان فإن مات أحد القاتلين قبل أن يتحكم كان ورث الميت أن يقتل الآخر ويرجع الآخر أو وارثه لأنه سيقتل، أو وارثه في تركة الميت بدية الذي قتله الميت من الأبوين، ولا يقال إن القصاص سقط ثم وجب لأنه لم يثبت، لا لأنه لم يجب ولكن لأنه لم يثبت لتعذر الاستيفاء، وإذا أمكن الاستيفاء ثبت والأول هو المشروع. فرع على ذلك، وإن كان هناك أربعة إخوة يرث بعضهم بعضا فقتل الكبير الذي يليه، أربعة إخوة كيف يرث بعضهم بعضا؟ إذا مات الأول الثلاثة ورثوا عنه بالتعصيب كلهم بالسوية، مات الثاني وارث الاثنان ما فيش أولاد وارث الاثنان أيضا بالسوية، مات الثالث وارث الأخير الباقي كلية من باب التعصيب فقتل الكبير الذي يليه، الكبير والذي قتل الذي يليه، وقتل الثالث اللي هو أصغر الصغير، قتل الثالث الصغير وجب القصاص على الثالث وعلى الكبير، على الكبير نصف الدية هنا لأن الكبير لما قتل الثاني وجب عليه القصاص للثالث والرابع، فلما قتل الثالث الرابع وجب القصاص على الثالث للكبير بالنسبة للصغير، وهو أخوه الصغير لما قتل الكبير له إيش؟ له القصاص في ذلك حق القصاص، وهو الكبير لما قتل الثاني الثالث هذا القاتل الأخير له حق القصاص. أعرف أن المسألة مشتبكة، تصورها يسير، لو أنت تصورت الأربعة جعلتها أعمدة شجرة، جعلت الشجرة الكبيرة وقعت على الشجرة بعدها فخسفت بها قتلتها الآن، والشجرة أصغر من الثانية وقعت على الرابع فخسفت بها، هنا ننظر الآن الرابع هذا الذي قتل من يكون سلطانا للقود الكبير شجرة كبيرة هو أخوه الكبير، ولأن القاتل لا يرث في القود يعني لا يرث لنفسه حتى يسقط عن نفسه القود. طب الثاني من ورثته؟ ورثته الثالث والرابع، مفهوم هذا التصور حتى تعرف نتيجة المسألة. قال الكبير قتل الذي يليه وقتل الثالث الصغير وجب القصاص على الثالث وعلى الكبير نصف الدية، لأن الكبير لما قتل الثاني وجب عليه القصاص للثالث والرابع، فلما قتل الثالث الرابع وجب القصاص على الثالث للكبير، وسقط القصاص عن الكبير لأنه ورث بعض دم نفسه عن المال، لما ورث دم نفسه فإنه يسقطه لأن القصاص لا يتبعد، هذه قاعدة مهمة جدا تفهمها في هذا الباب، لأن القصاص لا يتبعد فسقط عنه القصاص ووجب عليه للثالث نصف دية الثاني. وإن قتل رجل ابن أخيه وورث المقتول أبوه ثم مات أبو المقتول ولم يخلف وارثا غير القاتل فإنه يرث ويسقط عنه القصاص لأنه ملك جميع ما ملكه أبو المقتول، فكأنه ملك دم نفسه فسقط عنه القصاص. فرع، وأن ملك المكاتب أباه فإنه لا يعتق عليه بل يكون موقوفا على أدائه وعجزه، وإن قطع طبعا إذا أدى خلاص يعتق عليه، إذا أدى يعتق عليه وهذا حق الوالد عليه،
وإن قطع المكاتب يد أبيه وهو في ملكه ففي وجهان، أحدهما لا يجوز له أن يقتص منه لأن العبد لا يقتص من سيده، ولا أن يقتص منه هذا الثاني، وهذا هو الصحيح والمنصوص عليه لأن حكمه معه حكم الأحرار، بدليل أنه لا يجوز له بيعه فصار كالابن الحر إذا جنى على أبيه الحر. ولا يعرف للشافعي رحمه الله تعالى أن المملوك يختص من مالكه إلا في هذه، وإن قطع أبو المكاتب يد المكاتب فالذي يقتضي المذهب أن يبنى على هذين الوجهين، فإن قلنا بالأول وجب للمكاتب القصاص، وإن قلنا بالثاني لم يجب له القصاص، فإن عفى عنه أو كانت الجناية خطأ فله بيعه في وجهان، وقد بيان ذلك في غير ما موضع، أحدهما أنه له أن يبيعه لأنه يستفيد ببيع عرش الجناية، ليس له بيعه لأنه مملوك فلا يثبت عليه المال. فرع أخير في هذا، وإن قتل مسلم ذميا أو قتل حر عبدا قلنا لابد من المساواة في القصاص، أو قتل الوارد ولده في المحاربة في قول أحدهما لا يجب عليه القصاص لعموم الأخبار، طبعا لعموم الأخبار وكتاب نعلم فيها النفس بنفس، قال الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهوم مخالفة الحر لا يقتل بالعبد وأيضا عبد الأنثى لا تقتل بالذكر. الثاني يجب عليه القصاص لأن القتل في المحاربة متحتم لا يجوز الولي العفو عنه فلم تعتبر فيه المكافأة كحد الزنا. هو الثاني هنا إيش يقول؟ يقول إن كانت محاربة فنعم وإلا فلا. طيب في مسألة خطيرة يا آخر مسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله يا دكتورة، مسألة وتقتل الجماعة بالواحد، وتقتل الجماعة بالواحد، وهو أن يجني عليه كل واحد منهم جناية لو انفرد بها مات منها ووجب عليه القصص. وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة ومن تابعين ابن المسيب والحسن وعطاء أبو سلمة الفقهاء الأوزاعي والثوري ومالك وأحمد وحنيفة إلا محمد بن حسن قال ليس هذا بالقياس. حتى لو ليس هذا بالقياس الحق أن هذا حسم مادة وسد زريعة موجودة في هذا الباب، وإلا لاتفق مجموعة في قتل من أرادوا قتله ثم يوزع الحكم على الجميع دون أن يقتل بأحد. بل عمر بن الخطاب قالها تصريحا في هذا الباب، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا. لا، وهذا حسب هذا مقصد، هذا حقا تحقيق مقاصد الشريعة. هو ليش شرع القصاص؟ للحفاظ على الحياة. فلو قلنا بأن مجموعة تقتل واحدا فلا يقتلون به، يبقى أين الحفاظ على الحياة؟ ضاع المقصد الأصيل من مقاصد الشريعة. والحق أن أحمد خالف في ذلك وقال بأنه لا يقتل جماعة. وابن المنذر أعتقد قال بذلك أيضا، يقتل واحد منهم وبعد ذلك الدية توزع عليه، وهذا باطل. بل نص عمر الخطاب وهي سنة مستقلة، لأن النبي قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال زوير ومعاذ والزهري وابن سيرين لا تقتل جماعة بالواحد، بل للواحد أن يختار واحدا منهم فيقتله ويأخذ من الباقي حصة الدية، وهذا لا يعرف في تأصيل الشرع، هذا لا يعرف في تأصيل الشرع. لا 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 أسمح لك، يعني كيف إجماع بين المصلحتين؟ وإلا إذا كانت زيارة المريض هذه ستأخذ منك 10 دقائق يبقى نعم تفضلي وارجعي إلى الدرس بعد ذلك، لأننا سنصلي المغرب بعد المغرب نبدأ في السنن، هذا لك. وإلا فإجماع بين المصلحتين بعد الدروس ذهبي إليها كما شئت، يا متن ذهبي إليها ومعك الهاتف لو عندك نت تدخلي وتسمعينها الدرس، يبقى أنت وهي أصلا كسبتي كل شيء، ربحت كل شيء، الملك يستغفر وتسمعين الدرس وتسمع معك الدرس. قال ربيعة وداود يسقط القصاص، وهذا خطأ بين، والصحيح في ذلك عموم قول الله في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، تحقيق مقاصد الشريعة لا تأتى إلا بقتل من قتل. فأوجب القصاص أو القصاص لاستبقاء الحياة، وذلك أنه متى يعني علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به لم يقدم على القتل. فلو قلنا لا تقتل بالجماعة بالواحد إذن يشتركون في كل البعض يشتركون بذلك. وقول تعالى لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والسلطان هنا القصاص، والسلطان هنا القصاص. ربي يرضى عنك يا مروة، أحسن الله عليك وزادك أدبا. ولم يفرق بين أن يقتله يعني واحد أو جماعة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هزيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فهو أهله بخير النظرين بين خيرتين، إن أحب قتلوا وإن أحب أخذوا الدية. موضع الدليل أنه قال من للتعميم. والصحيح أن نقول ما عندنا دليل صريح، يعني المصنف ذاهب وآتي ما
حديث عمر الخطاب كان في بعض الكلام، لكن هو أصلا الأصل في هذا الباب يستهز به، وأن الكثير حسنه عن عمر بن الخطاب، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا قتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا قتلتهم به. وهذا صحيح الراجح أن الجماعة تقتل بالواحد، الجماعة تقتل بالواحد، وهذا استبقاء كما قلت على مقاصد الشريعة باستبقاء الحياة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.